يطيب لي باسم المملكة المغربية، برلمانها، التعبير عن الاعتزاز بالمشاركة بجانب كل مكونات أسرتنا الإفريقية، شاكراً للسيد رئيس البرلمان الإفريقي صديقي شارون بيرا على دعوته للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الإفريقي. هذه الجلسة التي تنعقد في سياق عالمي خاص مطبوعاً أساساً باستمرار التبعيات السلبية للأزمات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، وفي ظل مستجدات وأحداث إقليمية متسارعة تزيد من حجم التحديات القارية المشتركة خاصة على مستويات السلم والأمن والتنمية، ونحن مدعوون جميعاً انطلاقاً من دورنا الرئيسي كممثلين لشعوبنا لبناء أجندة برلمانية قارية قادرة على مواجهة كل التحديات وتسريع انبثاق نموذج قاري لضمان التنمية المشتركة وتحقيق تطلعات شعوبنا في الرفاه والتقدم والازدهار. كما أنوه بتنظيم البرلمان الإفريقي لهذه الدورة تحت عنوان تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك في انسجام تام مع موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023، وهو ما سيجعل من دورتنا الحالية دورة عمل ومحطة رئيسية للمساهمة في إنجاح الورش الاقتصادي القاري الكبير الذي يهدف إلى إنشاء أكبر منطقة تبادل حر في العالم وبسوق قارية مكونة من حوالي 1.3 مليار شخص وناتج داخلي مجمع يناهز 3.4 تريليون دولار، وهو ما سيمكن من تسريع دينامية التنمية المشتركة وخلق القيمة المضافة القارية وبناء منظومة اقتصادية قوية وتنافسية تشكل المدخل الرئيسي نحو آفاق وممارسات وآليات جديدة في مجال التضامن. وهنا اسمحوا لي بأن أذكر بما قاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بكيغالي حول منطقة التبادل الحر القارية، حيث يقول إن إقامة منطقة للتبادل الحر على الصعيد القاري من شأنها أن تساهم في تعبئة الطاقات وتطوير الخبرات وحفز التفكير الجماعي القلاق، كما تستجيب على الخصوص لما يحدو شبابنا من طموح أكيد لبناء قارة إفريقية قوية ومندمجة. حضرات السيدات والسادة، إن ورش تنفيذ منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية يوجد في صلب اهتمامات المملكة المغربية بالنظر لأهميتها في تغيير النموذج التنموي القاري ليصبح أكثر قدرة على الإنتاج وخلق الفرص للجميع. كما سيمكن هذا المشروع القاري الهام من إحداث عدد كبير من مناصب الشغل لفائدة الشباب وإنقاذ 30 مليون مواطن إفريقي من الفقر المدقع وتحسين دخل 68 مليون شخص، مع زيادة الثروة القارية ب 450 مليار دولار. لذلك ووفق منهجية طموحة عملت بلادي على المساهمة في بناء نموذج قاري للتنمية المشتركة من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج الدامجة بعدد كبير من دول القارة تهم تطوير البنيات التحتية والتكوين الجامعي والمهني وتعزيز السيادة الغذائية والطاقية والأمن الصحي وتثمين الموارد الداخلية وتقوية المنظومات الصناعية. كما تعمل المملكة المغربية على تبادل الخبرات والممارسات الفضلة الخاصة بالبرامج الاقتصادية والتنموية بجانب تقوية المنظومات المالية والبنكية لعدد كبير من دول القارة، وهو ما مكن من ارتفاع القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية للمغرب مع الدول الإفريقية بنسبة 9.5% كمتوسط سنوي. بالموازاة مع تقوية الاستثمارات المغربية في إفريقيا، والتي تتكون أساساً من الاستثمارات المباشرة في إفريقيا جنوب الصحراء، مما جعل المغرب أول مستثمر إفريقي بالقارة الإفريقية، وانسجاماً مع روح التضامن والتعاون والتآزر التي تشكل محور عقيدة التعاون بين المملكة المغربية وأشقائها الأفارقة، تعمل بلادي على الاستثمار من أجل تعزيز الأمن الغذائي القاري
وذلك بمواكبة مجموعة من الدول الإفريقية في بناء استراتيجيات فلاحية متقدمة لتقوية السيادة الغذائية وتعزيز القدرة على المنافسة في الزراعة الدولية وولوج أسواق جديدة. كما تعمل بلادي من خلال المكتب الشريف للفوسفات على تطوير سلسلة قيمة قارية متطورة ستمكن إفريقيا خلال سنوات من ولوج بشكل عادل ومنصف إلى الكميات الكافية من الأسمدة، حيث تعتمد بلادي على رؤية واضحة لتنفيذ مشاريع ستغير الوجه الفلاحي للقارة وستعزز أمنها الغذائي، لعل أبرزها العمل على إنشاء منصة صناعية لإنتاج الأسمدة بإثيوبيا بكلفة تصل إلى 3.7 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تناهز 2.5 مليون طن سنوياً من الأسمدة الموجهة للأسواق المحلية وأسواق التصدير، بجانب فتح مصنع بغانا سيكون مخصصاً لصناعة الأسمدة ومصنع ثاني بنيجيريا سيكون مخصصاً لصناعة الأمونياك الذي يستعمل في التخصيب الزراعي. وعلى المستوى الطاقي تعمل بلادي وجمهورية نيجيريا الاتحادية على إنجاز خط الغاز بين البلدين يمر عبر مجموعة من دول غرب القارة، وهي مبادرة طموحة لتثمين القدرات والموارد الإفريقية وإعادة تشكيل الخريطة القارية الإقليمية وتعزيز القدرات اللوجستية والتنافسية للغاز الإفريقي وتقوية تموقعه في السوق الأوروبية. وستبلغ استثمارات هذا المشروع حوالي 25 مليار دولار، ليصبح بعد تنفيذه أطول أنبوب غاز بالعالم ومحور الخريطة الطاقية الدولية. وكل تلك المبادرات حضرات السيدات والسادة تشكل تعبيراً عن إيمان المغاربة وملوكهم بمبادئ التعاون جنوب جنوب والتضامن والتآزر بين كل الدول القارة الإفريقية، وهو ليس بخيار جديد أو وقتي أو مرتبط بملف، بل هي عقيدة مرجعية في الدبلوماسية المغربية منذ الاستقلال، تجلت في استضافة المغرب ودعم وتدريب جيوش تحرير العديد من الدول الإفريقية من بينها أنغولا والجزائر والموزمبيق والرأس الأخضر لمناهضة الاستعمار، وكذلك دعم حركات التحرر الإفريقي وفي مقدمتها سعي الزعيم الإفريقي العظيم نيلسون مانديلا لتحرير بلاده من نظام الميز العنصري بعد تدريبه العسكري بالمغرب سنة 1962. سيد الرئيس، سيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، لقد كانت الكلمات الأولى لجلالة الملك حين عودتنا لكنف العالي للمؤسساتية القارية عنواناً لمكانة إفريقيا عند كل المغاربة، حيث قال جلالته: كم هو جميل هذا اليوم الذي أعود فيه إلى البيت بعد طول غياب، كم هو جميل هذا اليوم الذي أحلم فيه بقلبي ومشاعري وأحملهم إلى المكان الذي أحبه، فإفريقيا قارتي وهي أيضاً بيتي. بهذه الكلمات كانت ليست فقط موجهة إلى إفريقيا، بل موجهة أيضاً إلى كل المؤسسات المغربية لجعل العمل الإفريقي في طليعة اهتمامات وأولوياتنا، وهو التوجه الذي يعتمده برلمان المملكة المغربية من أجل تطوير التنسيق مع البرلمانات الوطنية والبرلمان الإفريقي والبرلمانات الإقليمية، ونحن نمد أيدينا للجميع من أجل تبادل الخبرات والممارسات الفضلة والعمل على مواجهة التحديات التي تواجهها بلداننا، كما نعبر من هذا المنبر عن دعمنا لكل المبادرات البرلمانية الجادة التي تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي والتفكير المشترك في سبيل انبثاق نماذج تعاون برلمانية قارية تواكب الديناميات الثنائية المتعددة الأطراف، خاصة من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وندرة المياه والمخاطر المتنامية للجماعات الإرهابية والحركات والميليشيات المسلحة ومكافحة استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والهجرة السرية والاتجار في البشر والمخدرات، بجانب تحديات الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة ومواجهة التغيرات المناخية وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك قارياً وإفريقياً. إن عزم بلادي على تطوير التعاون والتضامن مع كل الأشقاء الأفارقة لا يضاهيه
إلا تشبثها بإنجاح كل الأوراش المؤسساتية التي يعمل على تنفيذها الاتحاد الإفريقي، وفي مقدمتها تقوية دور البرلمان الإفريقي كتعبير فعلي لشعار القارة صوت واحد قارة واحدة. وفي هذا التطوير المؤسساتي الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي لن ينجح بدون تضافر الجهود المشتركة وتعزيز الوحدة والاستقرار بكل دول القارة وفق منهجية تمكننا من المرور إلى السرعة التنموية القصوى بأسلوب عادل ومنصف بين كل مكونات أسرتنا الإفريقية. سيد الرئيس، زميلاتي، زملائي، نحن على يقين تام أن المرحلة التي دشنها البرلمان الإفريقي بانتخاب مكتبه الحالي ستكون مليئة بالإنجازات البرلمانية القارية والتطوير المؤسساتي لبرلماننا الإفريقي وتقوية آدائه ومنظومة الحكامة الخاصة به، وستجدون برلمان المغرب دائما في مقدمة الداعمين لكم ولعملكم الكبير من أجل تفعيل نموذج جديد للعمل البرلماني الإفريقي المشترك. وفي الختام، وإذ نجدد لمكتب البرلمان الإفريقي ولرئيسه العزيز صديقي تشيف شارون بيرا اعتزازنا الكبير بدعوتهم لنا لحضور أشغال افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، فإننا متيقنون كامل اليقين من نجاح أشغالكم ومتطلعون لما سينتج عنها من توصيات، نأمل أن يكون المواطن الإفريقي في صلب توجهاتها واستقرار قارتنا وسلمها وأمنها أبرز اهتماماتنا. حفظ الله إفريقيا وشعوبها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.